التعامل مع ميدان التحرير أخد جوانب كتيرة قوي في الإعلام المصري. فجأة بقى عندك مشكلة، ميدان التحرير، ناس قاعدة في الميدان مش راضية تمشي، وناس عمالة تنزل الميدان، مظاهرة مليونية ييجوا، مظاهرة ألفية ييجوا، محاولات مستميتة شفناها على مدى أيام ويمكن أسابيع علشان تمنع الناس من أنهم ينزلوا ميدان التحرير. مثلا شفنا محاولة الإيحاء بوجود أجانب وعناصر خارجية ومؤامرة. هو أجانب كتير. أن هناك فئة خاصة داخل ميدان التحرير. أن هناك محرضين وانتماءات سياسية مختلفة وعناصر خارجية موجودة في ميدان التحرير. اللعب على مشاعر الناس. يا كل شاب خد يطلب الدم ده دمي. الإحساس بالذنب. والله أشيل يا بابا نيجوات. شرحنا. أشيلك. حتى الفتوى بتحريم نزول المظاهرات. وأكد شيخ الأزهر أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل، أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل تعد حراما شرعا. لكن الناس فضلت تنزل الميدان، فبدأت تظهر من حيث لا ندري أدلة على وجود مؤامرات وفلوس ووجبات. والله العظيم جهة خارجية وخمسين جنيه للي بيدخل. شفت ده من كنتاكي. في وجبات بتيجي وفي بطاطين بتيجي وخيم بتيجي وكل حاجه موجوده هناك. انا عايز بالمناسبه ديت اهاني صاحب الفكره العبقريه اللي قال ان في فلوس ووجبات كنتاكي. استاذ لما تحب تمنع الناس انها تروح مكان ما تقولهمش ان في فلوس ووجبات، لان ده سبب اقوى ان هم يروحوا الميدان عشان ياكلوا وجبه كنتاكي دينر بوكس. بياخدوا لهم 50 او 100 جنيه او 100 يورو على حسب التسعيره بتاعت يومين. لا واليورو شيء طبيعي وباليورو المهم الناس فضلت تنزل الميدان وتروح ويزيد عددها، فكان لازم ندور على حلول اقوى شويه لمنع الناس من نزول ميدان التحرير، منها التحذير. نداء عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور، وذلك حرصا على سلامة الجميع. فقد وردنا أن هناك عناصر إثارية تتجه الآن إلى الميدان وبحوزتهم كرات من النار وهم يريدون حرق الميدان. التعليم من شأنه اللي العيال الصية دول بقى، أنا آسف في اللفظ يعني. المطالبة بتدخل الجيش. والله لو دانا واحدة هتطلع من دبابة كل الجبنة مش المصريين الموجودين في ميدان التحرير هيجروا وهيسلموا نفسهم. ومعانا اللي هو أركان حرب طلعت زكريا. خليني ألخص لكم بالظبط الأستاذ طلعت زكريا كان عايز إيه. طلع دبابة اضرب طلقة في السماء في الهواء كل الجبنة دول هيجروا. هو كان بيطالب إن دبابة تخش الميدان وسط العمارات وتضرب دانة مدفع في الهواء، وده طبعا هيؤدي ان الناس كلها هتجري، مش المصريين، الجبنة بس هم اللي هيجروا. وده طبعا على اعتبار ان القوات المسلحة مضيعة الميزانية بتاعتها على شراء اسلحة صوت. محدش يا جماعة عنده فكرة عدلة، فكرة تدل على تفكير تكتيكي استراتيجي، فكر منهجي، خطط كده هو ولعب على الجنبين. المظاهرات دي لازم تبقى مستمرة، مفيش عقل. احنا شويه ناس فهيجنا على فيسبوك. ده كان الكابتن ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم عندك فكره تطلعنا من المشكله اللي احنا فيها ديت؟ لو وقعنا عايزين نعمل خطه محكمه على الناس دي. احنا الناس مش كده، يلعب راس مثلث وعلى عم زكي وميدو، صح؟ دي اللي كنت عايش فيه؟ صح؟ عندنا حلين، الحل الاولاني ولا حد يقطع ولا حد يخرج، وما حتى ما اخش لهم ما يخشهمش بق ميه ولا ادويه ولا اكل ولا شرب لحد ما يقولوا لحد ما يرفعوا ايديهم والرايه ويمشوا. التجويع مثلما فعلت قريش مع بني هاشم حتى يرجعوا الى دين ابائهم. المدهش مش اقتراح ابراهيم حسن بخراطيم الميه والتجويع والحصار، المدهش رد فعل مذيع التلفزيون المصري الرسمي. ما الحلول ديت يا كابتن ابراهيم ما نفعتش معانا. والله يا كابتن ابراهيم يعني والله حاولنا، والله خراطيم ميه مش نافع، تجويع مش نافع، حصار والله يعني سم طيب نحط لهم مش عارف يعني مش يعني ما بيموتوش رصاص حي حتى.
مفيش حد عنده فكرة تانية عدلة نطلعهم من ميدان التحرير ازاي؟ مفيش مشكلة يعني ان حد يولع فيهم بصراحة.